شاء الله صباح اليوم هني ونحن نغادر كومو متوجهين إلى لاغونا سويسرا. ما شاء الله صباح اليوم عند الفندق هذا التصوير الجميل. شوف الورود اليانعة والأزهار المتفتحة بألوانها المتعددة المختلفة الجميلة. سبحان البديع في صنعه، سبحان الله العظيم، سبحان الله الخلاق العظيم. شوف 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 أشكال وألوان من الورود البديعة والسجادة. شوف السجادة الخضراء، شوف 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 الأشجار الخضراء الجميلة. شوف 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 هذا الإبداع الإلهي في هاي الشجرة. شوف البيريز، البيريز الصغير، شوف البيريز الأحمر، كتلة دائرية، يعني إبداع وروعة. شوفها شوفها شوفها، كتلة 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 جميلة دائرية مليانة بالبيريز. شوف البيريز صغير، شوف 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 في هذا المكان الرائع. هون احنا في الفندق تبع كومو في اعلى 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 سفح موجود في الجبل هني، موجود هذا الفندق في اعلى السفح مرة. ونحن نطلع من كومو متجهين الى لاغونا سويسرا في هذا المكان المبدع الجميل وهاي الشجرة